السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة خليفة الغزالي، أسعد الله أوقاتكم إن شاء الله. في هذا الفيديو كما كتشوفوا الصراحة الألواح الشمسية ديال 475 واط فاجئوني، وكما كتشوفوا هنا راه الخمسة ديال العشية والصبيب يعني ما شاء الله. متتبعي قناة خليفة الغزالي، تبع معايا الفيديو باش تعرف أشنو الفرق ما بين الألواح ديال 475 واط والألواح ديال 285 واط، والطريقة باش ولينا كننزلوا المضخة باستعمال أنابيب من نوع جديد. شوفوا أيضا كذلك هذا الفارياتور اللي هو بحر داخل السوق، راه ذو كفاءة عالية وثمنه غير مكلف. ونزيدك أخي فكرة، راه ممكن تخدمه بالضوء وممكن تخدمه بالطاقة الشمسية. كما كتشوفوا شوف الصبيب اللي عندنا هنا بستة ألواح ديال 475 واط، يعني هاد الألواح الكفاءة ديالهم والأمبيراج والفولتاج مزيان في نظري أنا، مزيان حسن ليا من البلايك ديال 285. زيادة على ذلك كينقص لك المسافة ديال المساحة فين كتركب، وكينقص لك الماتيريال ديال السيبور يعني الحديد، وكينقص لك المدة ديال العمل، والكفاءة ديالو مزيان. هنا راه ركبنا ستة الألواح، بحال إلا ركبنا 12 لوح من الألواح الشمسية ديال 285. بالنسبة للمضخة اللي غادي نركبو، راه غادي نركبو مضخة ديال جوج الأحصنة اللي في الفم ديالها يعني دو بوس 63، غادي نديرو ليها ريديكسيون باش تخرج لينا بوسونس، وإن شاء الله غادي نوريكم الطريقة ديال التوصيل إلا كنتي غتركب مضخة ديال الطاقة الشمسية. وإلا كنتي غتركب مثلا طاقة ديال الكهرباء عندك مثلا المضخة في المنزل ديالك وبغيتي تركب ليها الطاقة الشمسية، راه كتشري غير الألواح وكتشري الفارياتور المحول. الطريقة كيفاش غتركب هاد المضخة ديال 220، راه عندي واحد الفيديو درته في القناة فيه الطريقة كيفاش كتبرونشي المضخة وكيفاش تحول المضخة من 220 باش تخدم الطاقة الشمسية. هنا كما كتشوفوا راه كنديروا القهوي مع واحد من الكونداساتور، وكنديروا واحد من الكونداساتور مع الزرق، والكحل كيكون هو ديال الضوء. وملي كنبغي نبرونشيه في الفارياتور ديالي كنبرونشي الكحل وكنبرونشي الزرق. هانتوما كما كتشوفوا كلشي واضح، كلشي باين اخواني. انا ما كنخبي عليكم حتى حاجه، كنحاول نشرح لكم بطريقه مزيانه وبالدارجه باش كلشي يفهم وكلشي يستافد. وما تنساوناش اخوان باللايك وبالاشتراك باش ان شاء الله نستمروا في رفع الفيديوهات. بالنسبه للاثمنه ديال الالواح ديال الطاقه الشمسيه وديال المضخات، كاينين اخوان من المتتبعين ديال القناه كيبقاو يسولوني على التكلفه وعلى الثمن ديال الالواح. كيقول لي مثلا عندي بير فيه 160 مترو، شحال غادي تكفاني التكلفه ديالو؟ بالنسبه للتكلفه راه المضخه هي اللي كتحكم على التكلفه ديال المنظومه، يعني المضخه شحال كتجر والمضخه شحال كتلوح في الصبيب ديالها وشحال انت باغي، عاد تقدر دير دراسه عاد تعرف التكلفه ديال الاثمنه. وانا كنعتذر من الاخوان اللي ما كنقنعهمش بالتكلفه ديال الاثمنه ديال المنظومه، من الاحسن وكنفضل انا غادي نخلي رقم الهاتف ممكن تتصلوا بالاخ توفيق، هو ممكن يعطيكم الاثمنه ديال الماتيريال ديال المنظومه كلها. يمكن لكم تتصلوا به في الواتساب وغادي دير واحد الدوفي ديال البير وديال شحال باغي ديال الماء والمضخه علاش غادي تجر. راه السلعه موجوده وباثمنه مناسبه لكل واحد، وكاينين مضخات من 1.5 حصان حتى 50 حصان، يعني باثمنه مناسبه جدا. بالنسبه للالواح ديال الطاقه الشمسيه راه كاينه 475 وكاينه 285. بالنسبه اخواني للمضخه اللي غادي نركبو حنا هي هذه جوج الاحصنه في الفم ديالها 63، يعني دو بوس، حنا غنرجعوها بوس اونس. كما كتشوفوا اخواني هنايا عندنا 18 توربين اللي كاينه فيه، وعندنا جوج الاحصنه 1.5 كيلو وات. وهذه اخواني بعض الكواليس من We'll be right back.
ثواني الالواح ديال الطاقه الشمسيه اللي دينا راه هما هادو سته الالواح، وكاينين فيهم جوج الانواع، كاين النوع ديال المانيا وكاين النوع ديال تركيا، وكاين بزاف ديال الانواع على حسب الطلب ديال الزبون. بالنسبه للاخوان والمشاهدين والمتابعين وحتى الناس اللي باغيين يشريوا الالواح ديال الطاقه الشمسيه او المنظومه، انا راه ما تنديرش اشهار لهذه الشركه، انا كنركب الالواح ديال الطاقه الشمسيه. اللي بغى يركب راه غادي نخلي رقم الهاتف ديالي ان شاء الله، اللي بغى يركب شي منظومه مرحبا. والطريقه كيفاش ركبنا هاد ستة الواح، انا ان شاء الله دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تبرونشيو هاد الالواح عن طريق التسلسل، يعني كنركبوهم عن طريقة التسلسل، ما كنديروش جات وحدة مثلا مع وحدة او لا جات مع جات، كنركبو عن طريق التسلسل. كنخليو واحد البليس في اللوح الاول، كنشدو الموان ديالها، كنجمعو مع البليس ديال اللوح الثاني، وتنتمو غادي نركبو فيهم عن طريق التسلسل. في الاخير كيخرج لينا واحد ديال السالب، يعني كيولي عندنا واحد سالب وواحد موجب، كيجمع لينا الفولتاج ديال المجموعه ديال الالواح كامله، هي اللي كندخلو مثلا الفارياتور. الا كان كيخدم ب 450 فولت خصنا ندخلو ليه 450 فولت دي سي، ما نفوتوهاش وما نهبطوش على 150 فولت. الا درنا ليه 150 فولت ما غاديش يخدم لينا، اولا 200 فولت لوح واحد ما غاديش يخدم لينا الفارياتور. كنبرونشيوهم بهذه الطريقه هذه، كنديروا البليس في البليس وكنديروا الموان في الموان، اذا كلشي واضح. بالنسبه لي بورن اللي فيهم الان وفيهم الان، هذوك ديال لانستالاسيون ديال الضوء، يعني نخدمهم بالضوء. دابا وصلنا للمرحله ديال التركيب المضخه، ما بقيناش كنركبوا هذا البوليتيلان في البير، يعني كيدير لينا المشاكل بزاف. بالنسبه للبوليتيلان ولينا كنستعملوه في الارض، هو اللي كنديو به لالين ديال الماء، اما بالنسبه للمضخه او لا الجعبه ديال البئر، ولينا كنركبوا هذا النوع ديال البلاستيك الابيض اللي كنزلوه مثلا بالطورني او لا بالبالا، راه فيه انواع من 63 حتى 4 بوس، يعني صحيح وما كيعواش وما كيديرش المشاكل. الطريقه كيفاش كنركبوه هي هذه، هو فيه مونشو في الراس وفيه فلتاج مال في الجهه الاخرى، يعني كنركبوا المضخه ديالنا هي الاولى، كنهبطوها بالبالا، كنديروا هذا المامله، كنديروا فيه الكولا كما كتشوفوا هنا، راه كنديروا فيه الكولا باش يشد مزيان. ملي كنديروا فيه الكولا كنلصقوه في البالا من الفوق، وكنركبوا الجعبه ديالنا، وتنتمو غادي نهبطو في الجعاب بسلاسه. داكشي يعني ساهل ممنوع الدف، وهذه هي احسن طريقه باش تنزل المضخه ديالك، ممكن تنزلها بوحدك ما تحتاج حتى شي واحد، تنزل المضخه بوحدك. هنا نكونوا انتهينا من المنظومه ديالنا، حاولنا نديرو واحد لي سياج، وانتم كما كتشوفوا تبارك الله راه عندنا تيو ديال بوس ادمي، يعني الجعبه عامره، ممكن تستافد من 45 طن في اليوم. تحية لإخواني المغاربة كلهم، والناس ديال الجزائر والناس ديال السعودية وديال قطر لبنان دول الخليج العربي اللي كيساندوني وكيدعموا هاد القناة. أنا كنشكر كل الجالية المغربية بالخارج، وإن شاء الله انتظروا فيديوهات من قناة خليفة الغزالي حول الطاقة الشمسية وكل ما يهم الكهرباء والترسيس. اخوان ما تنساوش لي لايك، لي لايك كيحفزونا باش نزيدو ننشرو فيديوهات في مجال الطاقه الشمسيه والترسيس وكل ما يتعلق بالكهرباء. للتذكير فقط اخواني، انا راه ما كنديرش شي اشهار لشي شركه او لشي واحد، انا كنتبع الجديد في نظام الطاقه الشمسيه، واللي سط عنده الجديد رانا كنجيبو لاعزائي المشاهدين، واخا تكون شركه اجنبيه او لا شركه ديال المغرب او لا مقاول او لا حتى المحل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.